انت تكوني بغيره تكوني بوحدك. دابا انا كون معايا الراجل متزوجه خير احبان جمعه مباركه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحه بالسلامه بالهنا. اول حاجه كندير القران بعدا كي كنحل عيني الاجواء بحال كيما تنكونوا مع الوالدين كندير القران باش نحس بداك النهار تاع الجمعه حتى نكون مع الوالدين با مسكين تيمشي للجامع امي تدير الطعام واحد الاجواء اللي واعره. البارح جيت نطلع الريدو ديجا داك هذا الخيط هذا والله العظيم الا كان ريشي كان خاصو غير شويه ديما فاش نجي نطلعو تنقول الله يحفظ. البارح جيت نسيت بانه قريب يتقطع مع هذيك الجره بغيت نطلعو وهي تقطع ديجا مولاه راه شايفو قريب يتقطع. شنو غادي ندير دابا؟ خاصني الطورنوفيس ميريكان باش نحلو كامل وغنصايبو. دابا الامه تاع الكوميدور هذا الله يستر وصافي شي ولا راشي يا اختي هادشي تتقطع بوحدو عليانه هنايا. قالت لك وحده بغينا نشوفو كي كتصبحي والله ما كتحشمي كي كتصبح بسم الله الرحمن الرحيم. شي سكويت شي حاجه يا اختي راه اختي شي حاجه هادي اختي هاد السكوت هذا ماشي نورمال اختي شي ماشي نورمال على ثقيل يا للي ما نمشي نشوف ما نفطر اجي الاحبه قلبوا اختي على ما نفطروا. بسم الله يا ربي الحبيب يا ربي نحيد الثلاجه نلقى فيها كلشي يا ربي كما تقضيت ياك يا ربي الثلاجه عامره. بسم الله بسم الله بسم الله يا ربي يا ربي يا ربي واخا غير البيض غير البيض يا ربي عارفه بان ما كاين والو صراحه يا ربي يا ربي الثلاجه يا ربي نلقى فيها الفطور يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ثلاثة البيضات والنبق عطاتو لي الوالده جبتو من المغرب والله الا باقي عايش باقي زوين في الثلاجه ما وقع ليه والو. وعندي التمر هذا العنب قال لي شنو في قبك الا عرفتي نعطيك عنقود منه قال له العنب عرفتي العفريزيه ديالي. وعندي التمر وعندي اليانانات والفطور فطور دابا حنا كنفكروا في الفطور دابا كنفكروش حنا في اليانانات. المهم الفرماج هو كاين غادي نفطر بواحد البيضه وحده بركه عليا النعناع واقيلا ما كاينش كاين عندي غير الشيبه ومشى نقلب اختي على فطوري قوت الربيع بلا فايده تقول عندي معزه والله الا تقول عندي معزه. ايوا دابا اش غادي ندير دابا في الفطور ما كاين والو كاينه غير بيضه فرماجه الخبز سالا ليا. المهم شي نلبس حوايجي ناخذ طورنوفيس ميريكان لهداك الريدو باش نصايبو نوريكم البولون خاصني حليت البولون دراسي. المهم غنحل هاد البولون وغنحل هداك البولون يلا ما تفيقي حمقاير مسخوطه ولا يطير لك الفرخ تقاشر حمرين مع السبرديله. اش غادي نحتاجو فهاد الفطور غادي نحتاجو فيه بزطاف شوفوا باش غادا شوف ولا اختي ما شافني حد. انا 2023 قللت انا في 2023 قررت ان نعيش فيها ما عنديش العقل نهائيا صافي ما نبقى نشوف ما نسمع ما لا نتكلم. شوفوا من البيجامه تصربت الكاميرا احسن شوف هادشي كله غنخليه لكم باش تعرفوني كنوضح مقا ندير بحال هكا نضاضر ما عرفوني زينه ما عرفوني خايبه ما عرفوني عيني مبوقين واكله البنيه ما عرفو اختي اش كاين في الصباح هذا ما تلاقيتها واحد صافي غادي ندي بدا اول حاجه لابوبيل نسيت ما رميتهاش البارح عرفتي ملي كتبارك الله تخانت وغاب بوحدي وغاب بوحدي سكتي بشويه ضرب بشويه بشويه وغاب بوحدي وغاب بوحدي كل نهار ملي كتزبل قدك ما عرفتش علاش كلي تخرقي. المهم حاشاكم حاشاكم كاين شي نوع يقدر تقول لك تخرقي. المهم غاب بوحدي وعاوحدي اختي ملي كتزبل عامر ما فهمت والو وما كناكل ما كنشرب ما كنطيب ما والو ديما فيا الجوع عندي عرمت الزبل والله ما فهمت شي حاجه. المهم لا كان معايا هذاك ما نعرف الله يحفظ. المهم نمشي ندي لابوبيل نجيب الفطور ديالي ونجيب واحد طورنوفيس ويا الله يا عاوتاني ويا الله هو جلسو تما ما تمشيوش هذا الحبان معايا زيدي زيدي وانا خليتكم زيدوا معايا تونسوني قال لك كنفكرش في خاطرنا. بسم الله مازال ما درتش حتى جوج دورات مقادين شحال باقي
بان بلي كلشي ساهل. كاينه شي فاجطه وانا ما بخباريش. وانت لك اختي كاين جوج طوار هنا تاع الزبل. هانت الكبير والصغير. اختي بحال دابا اللي محتاج طارو يهزو. انا بوحدي بقى نقلب على الطارو ملي بقيت بلا شغل. بان لي كلشي مسدود على الاحباء ما نعرف علاش. المهم شي عند الشين ونقلب على الطورنو فاش باش نصاوب داك نصاوب داك الريدو يا اختي. لا لا تعود هذيك خيتي ولا داك خينا يقول لك خلصيه كله. نمشي اختي نجيب طرنوفيس نصايبو ونجيب معايا دابا خبيز نجيب معايا داكشي نفطر به. وانتم مايا ياكي كنوض يا اختي خاصني عماركيز. شوفي الحبيبه اجي تفطر يا زيد اجي اجي الحبيبه يا اجي اجي الكبيده ديالي اجي ما عندي حتى خبيز. يا صافي خوكم غادي يدبر على رزقه. انا قررت هاد 2023 نكون فيها حمقى ما عنديش العقل. صافي ما نرجع كما كنت انا سينو غادي يهرب ليا الفريخ. ويلي عمي الحاج عطيني نفطر معاك ها العار جايب الحلويات يا اختي كون عطيني نفطر معاه كون عطيتيني نفطر عطيني نفطر كون عطيتيني شي حليوه من هادوك شي قلبوا على خبيز. وهانتوما معايا حلات ليا غير انا حلات ليا غير انا ناخذ هذاك اش كيقولوا لي نقلب على هذا طورنو في سميري كنعرفتي حلات على ودي هي واقفه ليا عند الراس ناري شفتني كنصور تقول هذه بغات تشكم بيا حيت حليت حيت اليوم فاجطه ما خاصهمش قلت لكم هاد الشيء هو ما يقد عليهم غير اللي خلقهم دايره راسها كتقاد السلعه وهي راه كتبيع وتشري. شريت طورنو في سميري كان بأورو 10 أورو 10 نمشي نحل به داك الشرجم نقادو قبل ما يجي مول الدار يقول لك يا ريال الفلوس. وخديته اختي في الاحمر 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 دابا باقي لي غير الفطور عرفتي كنت مخلوعه ما لقيت حتى واحد محلول راه كلشي مسدود راه ما صحابنيش انا فيجطه اليوم راني مصدومه اليوم كنت غنمشي غندير شحال من حاجه ولكن بان لي كلشي مسدود. صافي دابا نمشي نقلب على فطوري ونطلع للدار وهادشي اللي كاين وا مشكله هادي ما صحابنيش انا فيجطه قولوها لي البارح البارح ملي حطيت لكم فيديو قولوا لي في دوار اليوم كلشي ساد ايوا انا ما تسخرت ما عندي والو اليوم غير دي باناج وصافي. المهم شي نقلب على الخبز دابا نطلع ندير الفطور بعدا نشبع الكريشه ايوا نديروا الصلاه ديالنا هاد الجمعه نقرا شويه القران ان شاء الله يا ربي وديك الساعه نشوفها خويتي اش غنضير طورنو فيس هو لقيناه والخبز ملي نجيبو كلشي زاد. مشكله هادي ملي جاب هذا الخبز وقينا حلو عليه الله يحفظك خبيز. وا مولات المخبز عطوني شي خبز الله يحب الوالدين عطوني باش نفطر راني بلا فطور فور فابور دابي بان عطيني شي خبيز الله يرحم الوالدين. ناري خوتي بقيت بلا خبز خبيز خبيز الجوع ما يدير. انا ناكل خبز راه فيا الجوع اليوم ها هو اليوم الخبيز يا الخبز يا حيا الخبز يا حيا الخبز كتحزوا فيا مالكم. شريت اغروم رخيصه بأورو 30 صغيوره نتاع الزرع غنتقبوا الورقه واحد يومين راه فيا الجوع اختي اش غندير لك انا. المهم دابا جبنا الخبز والطرنوفيس يا شنو الناس فرحانين معطينا نطلعوا للقمر وانا فرحانه بالطرنوفيس والخبز وا عقول الله يستر وصافي. هاد 2023 غنكون فيها حمقى هبيله شبات اختي شي عقل ما انا بغيت تسطى بقى انا بايره هنايا لا راجل لا دوار لا ولاد لا والو بغيت انا نبقى انا نخمم لك انا في الراجل يجي يجي ما بغاش يجي هدا يجيبو كاع فقاع دمك حسن نمشي نقلبو على دارنا فين راهي نديرو الفطور هانتوما معانا يا دبا موجدين الغدا الحفله دنينيو الحفله دالريز هاد الحفله الزمير هاد الحفله دهراير هاد الحفله دعطير هاد الحفله دزمير ما فهمت انا هاد الفاجلات هادو حول لا قوه الا بالله وحياتهم غير سادين ما فهمت انا كاع فوقاش كيخدموا على راسهم. مشكله كبيره الخبز جبناه طرو فيه جبناه هاد الدروج كنديروا ليهم كل دوره كندير حتى كنوصل مش عارفه باش ما نفرش عليهم غير عطيني واحد الدوره الله كل مره
هبط السنيور براد ودرت الفطور هنا احسن حاجه. كان يدي معايا براد من هنا والله العظيم بغيتك نهضر معاكم بصح في دقه خمسه نشوف واش طلعتوا فين انا. ها فين انا فوقاش غنوصل؟ فوقاش غنوصل؟ شوف فوقاش غنكون انا الفوق. غادي نطلع شويه وارتاح. صافي حيدت حوايجي باش ندير فطوري وداكشي. قولوا لي شنو اكتشف؟ على البولون يعني ما غيحلش البولون. شنو غندير؟ جات الحزينه تفرح وما لقات ما طراح. بس دابا صبرديتي مشي نرجعو لها نقول لها تعطيني الصغير ديالو. انا ما عندي زر انا مالي انا تمطرنا في سوا الله خير صدق ماشي هو هذاك مالي انا حالتي ضربت جبده الطريق والدروج باقي ما فطرتش. لقيتها سدات لقيتها سدات ويلا كانت كتصاب غير السلعه هي ما سدات سدات ولكن تندق عليها ما نعرف. هولا احبان انا راه الا قلت لكم ما غتيقوني. شوفوا الطورنوفيس شوفوا الطورنوفيس دوريجين. هذا واحد الراجل الله يرحم ليه الوالدين واحد المغربي مسكين جايب تا هو الشينوا باش يتسخر. لقاني واقفه حدا الباب قلت له دير هاد كانت حاله راني ديت على واحد طورنوفيس ميريكان قلت له واش ديتو بغيت نحل به البرونه تصدق كبير هو يشوف ليه الراس. قال لي هادو ديال التشينوس راه ما كيصلحوش يعني فشافو قال لي هذا راه ما صالح ليكش. هذا قال لي حلي به غير شي حاجه ديال الميكا ولا بحال دوريجين ما يحلش. وعطاني مسكين هذا شوفو ها دوريجين وقال قلت له كيفاش ندير باش نرجعو ليك. قال لي منين ترجعي ديريه ليا تحت الطوموبيل ديالو. الطوموبيل ديالو باركا حدا الشينوا يعني نقضي الغرض تنسالي ونديرو ليه تحت الطوموبيل الله يرحم ليه الوالدين. قلت له عمي الله هربت لك به دير بنت الغربه ودخل قول لهم بنت الغربه سرقت لي الطرنوفيس وقيمت والضحك مسكين. مرضي الوالدين عمرو يخيب خصوص بنهار الجمعه عمرو يخيب يعني هذا دوري جن غيحل وغيصايب لي المسائل هما هادو. ديما كنعبر بهذا الكاس هذا كندير غير هذا الكاس وواحد الجغيمه. اليوم قررت نعمر البراد كامل. وي كيف انا البراد غنجبد السفه اليوم غنتغدى في السفه شاطت ليا مع جداتي. عقلتو السفه اللي جبت مع جداتي راه قسمناها راه هما داو النص وانا ديت النص. هذا حقي هذا غادي نجبدو يطلق هذا ولا غادي اليوم غادي نتغدى به. ها هو جبت اللوز وجبت السكر مطحون وجبت اللوز والقرفة. جبت اللوز وجبت اللوز ها باش خيبه صاحبتي تكوني بغيره وتكوني بوحدك. دابا انا كون كان معايا الراجل مزوجه راه غيمشي هو يجيب طورنوفيس غيصاوب الشرجم غيصاوب ليا الريدو غيمشي عند الشينوا يتسخر غيقاد الريدو غيجي يلقاني انا دايره مسمنات غيلقاني مصايبه الفطور ودايره الطبله على حقها وطريقها. وانا انا غايره من العشره قلت وانا كنجري ما قضيت تا غرض حتى الثلاجه كتصفر. شي الانسان دابا كيفكر بحال عايش فيها ديما. كاين شي بعض البشر كيادي بنادم ما كيدير ليه والو كيادي وكياكل ليه في الحبوب وكلشي بحال زعما هو غيعيش فيها ابدا. كاع ما شافش الانسان ما شافش الانسان ملي كينعس الانسان ملي كينعس كاع ما عارف راسو واش يفيق ولا ما يفيقش والله اعلم. صافي كيشهد بنادم يا ينوض يا ما ينوض. كاين شي ناس قلوبهم ما فيهمش الرحمه ميتين كياديو بنادم بلا ما يدير لهم والو السم كياكل فيهم من الداخل والله. بسم الله لا تسناو الكراس ياك ما مزيانش تشربي واقفه. دابا قبل ما نفطر خصني نضرب قريعه بحال هاد. قلت لكم كاين شي بشر قلبهم فيه السم ما يعطيوكش وما يخليوش ما يخليوكش ديري ما يعطيوكش وما يبغيوش يكون عندك جوج حوايج. كنبان زينه طيبه زينه بنتي زينه امي مسكينه زينه بنتي زينه كنجي من الحمام كنقول لها امي زياني تقول زينه بنتي زينه زينه ايه والله يسمحنا بحق الوالدين كتباني عند امك ملكة جمال وخا تكوني خايبة.
واش داتني واحد ضحكه وتقول غير على القلد هذا نضرب فيها جبيضات والفرماج والخبز. لا لا انا ماشي طبيعيه والله ما طبيعيه. هاي ها الفطور حق حبونا انا لا الفطور ايه ونتلاقاو بلاتي المعلم خاصو يفطر دابا خويتي يشبع الكريشه ونتلاقاو ان شاء الله في داك الريدو اليوم نفصل مهم يفصلني ولا نفصل وحده بالجوج. انا راجل انا ولدني با راجل انا راجل ومرا كلشي نديرو الحمد لله. ها الفطور وانتوما معايا هادشي راه غير غيمشي بير عيتي لا اهرب اهرب دابا بان المعلم عرقها كيقول كي كيفاش يصوب لي انا راه كنصوب كلشي لراسي. بسم الله بسم الله. اه يا اختي اش كدير دابا الاخر جبت كبير وهذا اللي جبت جا صغير ايوا شنو كيفاش هادشي انا ما بغيش نصاوبو انا نهار 15/3 غنخرج من هنا انا ما بغيش نصاوبو كاع واخا جدي غادي يشوفني في الفيديو وغيقول لي لا عيط ليا نعيط لمول الدار كدا نقول له سكت قطع الحس تان بغي نخرج عاد قولها لي ما تعيطو كاع يجي عاوتاني يشوفني هنا كحل عاود بالعمى ديجا داك النهار حيح قال لي ما تسكنش هنايا يجي عاوتاني يشوف وجهي كحل بالعمى فلهذا انا باغا غير نطلع الريدو ماشي نطلعو كامل كيعجبني نطلع واحد النص كنعس وكنبقى نشوف بالليل كيبقى ضرب لي داك الضو في الصباح كيطلع النهار كنعرف راسي فقت ما يعني ماشي بغيت زعما شي حاجه واو لا هادشي اللي بغيت ما بغيت شي حاجه اكثر من هادشي فلهذا بغيت نطلع واحد النص وما يبقى هكوك ما نعيطش كاع المولاه عرفتي الهضره هربت ليا. المهم الشينوا هنايا ها هما لقيتهم مسدودين وفي هذيك البلاصه فين عطاني هذاك الحاج عطاني مسكين الطونوبيل جيت جبتو ليه لقيت الطونوبيل ما كاينش حيت قال لي ديري تحت الرويده ديال الطونوبيل وجيت لقيتو ما كاينش وقيله لقيت تصلى هذا يكون مشى يصلي دابا غنمشي نشوف واش نلقى شي شينوا اخرين حالين نحاول ناخذ شويه غليظ على هذا وهو من بعد نعيط له نقول له عمي راه جبتو لكم ما لقيتكش هنا في هذيك البلايصه فين كان صافي وقبيله وانا جالسه كنتسنى ساعه والو نقلب على شي شينوي اخر باش ناخذ شي واحد اخر باين لي ما نصاوبوش اليوم انا ما صاوبتوش اليوم حتى الغدا اش غندير كنت باغا الصراحه يطلع داك الريدو ولكن ما عندي ما ندير جرجمت اصبر بقى فيا ما يصلح. المهم حليته هو داك ما حليتوش غنخلي لكم الفيديو هنايا هذا اللي عطاني السيد في الاول صوريت عليه قلت له عمي واش جيت ديه قال لي ماشي مشكل خودي هذا عطاه لي مول الحانوت اللي انفاس مع جداتي اللي كيبيع داكشي الجوطيه مسكين الله يرحم ليه الوالدين قلت له اش ردوا قال لي لا دابا اخر واحد هو هذا غنجرب به واش يتحل ولا ما يتحلش الله اعلم صافي هذا هو اخر واحد غنجرب به دابا اخر مره غنجرب صافي عرفتي خلطت الروش كامل. المهم اللي قلت لهم مسكينه جا ردك الطرنوفيس كيقول لي عاخودي قهرتهم يا بسم الله رضت الوالدين والو اخوتي والو 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 هذا كبير بزاف عاوتاني اه والو والله لا تحل صافي حطيت حماري صافي حتى هذا ما حل لياش يعني جربت كاع الطرنوفيسات والو طلع ليا الدم والله تصلي المغرب مشى نشرب ليا شي قهوه نعدل دماغي صافي ونوسع ليا هادشي تاع الريدو صافي حطيت حماري انا كنت باغا غنحلو يضرب عليا البرد ما بغيت والو بغيت غير يتحل يلاه دابا هذاك رقيق وهذاك غليظ يلاه شوف المشكله دابا كي دايره خاصني شي واحد رق عاوتاني من هذاك دابا التشينوس كلشي سد باقا الرحله طويله نتاع هذاك الريدو باقي الرحله غطوال غدا غنكمل لكم الفيديو مع هذا الريدو هذا
لان مستحيل واش نبقى هكا. غنصلي دابا المغرب وغادي نخرج وغنخرج نشرب ليا قهيوه، لانني غنتفرقع 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 مع داك الريدو.